نبتدي معاك كده مجموعات التسع مجموعات المؤهله لبطوله كاس العالم ونشوف اخبار الترتيب ايه. نبدا بمنتخب العلامه الاساسيه تفوق فرق شمال افريقيا، يعني يمكن ما فيش مطبات صعبه بالنسبه لهم. نبدا بجروب ايه؟ الجروب ايه؟ منتخب مصر طبعا متصدر المجموعه بست نقاط من مباراتين، بوركينا فاسو 4 نقط من مباراتين، غينيا الاستوائيه 4 نقط من مباراتين، سيراليون نقطه واحده من مباراتين، اثيوبيا نقطه واحده. طبعا المنتخب جيبوتي بلا نقاط. بلا نقاط. جروب بي يا بلال؟ جروب بي طبعا مجموعه منتخب السنغال لعب مباراتين عنده 4 نقاط من فوز وتعادل، بعد كده السودان اللي ماشي كويس قوي في المجموعه ايضا راس براس مع السنغال. بالظبط عنده ايضا 4 نقاط، الكونغو 3 نقاط، الكونغو الديمقراطيه ثلاث نقاط، التوجو عنده نقطتين من تعادلين، وموريتانيا عندها نقطة واحدة من مباراتين، وفي الأخير طبعا جنوب السودان نقطة واحدة من مباراتين. طيب جروب سي جروب مفيش مفاجآت، يعني طبعا السنغال في الصدارة. هو المفاجأة يمكن إنه السودان كانت متصدرة المجموعة قبل المباراة الأخيرة. جروب سي طبعا، وهنا ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها إن في المنتخبات اللي هي اللي كانت صغيرة بدأت بتنافس. رواندا متصدرة المجموعة في ظل وجود مين؟ جنوب أفريقيا ونيجيريا. فبتتكلم في منتخب أعتقد يعني حصان أسود في المجموعة. لا رواندا موجودة في الدوري الإنجليزي بقى لها سنين، بقى بتشتغل بالظبط. يعني لو امبارح مباراتهم مع جنوب أفريقيا كمان 3-0. سيراليون برضه فيها تقريبا 6 أو 7 لعيبة أصولهم في إنجلترا، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده في الحلقة اللي فاتت. يعني بيلعبوا صحيح في أندية كبيرة هناك، بس لكن متأسسين وبادئين في أوروبا. فمتصدر مجموعه رواندا دي كلها مفاجآت بصراحه المجموعه دي طبعا، والمجموعه دي صعبه. نيجيريا تعادلت مباراتين مع منتخبات ضعيفه جدا، منهم ليسوتو اعتقد، ليسوتو بالظبط كده، وزيمبابوي تعادلوا 1-1 في المباراتين، ودي مفاجاه كبيره جدا طبعا باداره فنيه جديده جوزيه بيسيرو مدرب. تسال اي حد قبل بدايه تصفيات المجموعه دي مين يقول لك نيجيريا؟ نيجيريا طبعا. طبعا نروح للمجموعه دي. المجموعه دي ايوه عندنا الكاميرون. الكاميرون في الصداره طبعا ب4 نقاط من مباراتين، بعد كده جاب فيردي ايضا اللي هي الراس الاخضر. الراس الاخضر نفس الرصيد من النقاط، 4 نقاط من مباراتين. بعد كده ليبيا اللي برضو ماشيه كويس حتى الان ما خسرتش، عندها 4 نقاط من مباراتين. انجولا تعادلين بنقطتين، و موريشيوس واستواني اسواتيني كل اسواتيني طبعا خسرت المباراتين، وموريشيوس تعادلت مباراه وخسرت مباراه. برضو تقدر تقول انه لن تحسم الا في المراحل يعني طبعا، ولكن يا احمد بص يعني في منتخبات طبعاً. يعني في منتخبات انا حتى الان لسه عند رغم تعادل نيجيريا في مباراتين، ولكن انا عندي نيجيريا. انا شايف ان نيجيريا ممكن مع تغير القيادة الفنية بعد كأس أمم أفريقيا، لأن أنا أعتقد أن جوزيبي سيرو مش عارف مش هيكمل، مش حاسس أنه خلاص المفروض أن هم أنهوا علاقته بالظبط. أنا عشان كده بقول لك بعد القيادة الفنية الجديدة بقى بعد العودة من كأس الأمم الأفريقية، أعتقد أن نيجيريا هتنتفض في مجموعتها، وشفنا امبارح فوز كمان. خد بالك برضو أنه جنوب أفريقيا مش منتخب سهل، ولكن احنا شفنا امبارح مباراه رواندا وجنوب افريقيا 3-0 لرواندا. انا شفت اجزاء كبيره من المباراه. لا يعني انا عايز اقول لك الجون الثاني مثلا غلطه مداو امام الاهلي وامام الفرق في افريقيا، بكسر الدنيا خطا ساذج جدا. امبارح ويليامز حارس مرمى صن داونز بيخطا في الهدف الاول، تركيبه يعني لاعبي صن داونز مع المنتخب غير لاعبي صن داونز خالص مع منتخب جنوب افريقيا. وان كنت برضه عند راي ان نيجيريا هي اللي هتصعد من مجموعه رواندا. جروب ايه طبعا، وانا شايف ان المجموعه دي مجموعه فيها برضو مفاجات كبيره جدا. المغرب 3 نقط متصدر، مش عايزين نقول متصدر المجموعه، لان في بالظبط 4 منتخبات نفس عندهم نفس النقط، زامبيا ونايجر وتنزانيا. الاربعه عندهم 3 نقط. يعني المفاجاه طبعا ان المغرب اللي كان في مربع ذهبي في كاس العالم بيخسر مباراه بالظبط، ومعهاش منافس يعني باستثناء زامبيا. ما اعتقدش انه منتخبات مزعجه بس مش منتخبات كبيره. صحيح. وطبعا الكونغو في الاخر 0 نقاط. 0 نقاط. جروب اف المجموعه السادسه، كوت ديفوار طبعا بتاتي في الصداره 6 نقاط من مباراتين، الجابون ايضا تمتلك نفس الرصيد 6 نقاط من مباراتين، كينيا خساره وفوز عندها 3 نقاط من مباراتين، و بوروندي عندها ايضا نفس الرصيد 3 نقاط من مباراتين، وجامبيا عندها صفر من النقاط، وسيشل صفر من النقاط. ترتيب منطقي، خسارتين. ترتيب منطقي. كوتيفوار طبعا منتخب قوي جدا. يتبقى ليه 3 مجموعات، نروح للجروب
جي. الجزائر طبعا متصدره المجموعه، ده طبيعيه طبعا ان تبقى الجزائر متصدره المجموعه. في بوتسوانا 3 نقاط من مباراتين، غينيا 3 نقاط من مباراتين، اوغندا 3 نقاط، موزمبيق 3 نقاط، والصومال صفر. شايف ان الجزائر طبعا يعني هي اللي هتصعد من المجموعه دي. عشان كده بقول انه يعني فرق شمال افريقيا كلها ما حدش يتعرض، يعني باستثناء المغرب شويه ما كانش متوقع طبعا انها تخسر في بدايه التصفيات، لكن في النهايه كلهم في صداره مجموعاتهم. جروب اتش تونس طبعا بتاتي في صداره المجموعه من 2 فوز، عندها فوزين ب6 نقاط. بعد كده غينيا، غينيا بيساو غينيا الاستوائية عندها نفس الرصيد من النقاط، 6 نقاط من مباراتين. ناميبيا عندها 3 نقاط من مباراتين. ملاوي نفس الرصيد، 3 نقاط من مباراتين. ليبيريا وساو تومي عندهم 0 من النقاط، خسارتين. اخر مجموعة دي بقى المفاجأة الكبرى. يعني دي اللي ما كانش حد يتوقعها اطلاقا. تعالوا نشوف ترتيب المجموعة مع احمد. جروب اي جزر القمر متصدره المجموعه، ده اتكلمنا عنها طبعا في بدايه الحلقه، وقلنا ست نقاط علامه كامله في وجود مين؟ منتخبات مين؟ مالي وغانا ومدغشقر وطبعا افريقيا الوسطى وتشاد. بالظبط. فبشوف ان جزر القمر فرقه على فكره من وقت ما كانت موجوده مع منتخب مصر، وهي فرقه مميزه جدا، يعني فرقه ممكن ما يكونش فيها نجوم كبيره لكن عندها لعيبه مميزه، وده اللي بنتكلم فيه، ان انت ممكن من المنتخبات اللي زي جزر القمر. انا بس بيتهيألي انه غانا نقطتين، غانا لا 3 نقط. غانا تعادلت ماتشين، هي تعادلت ماتشين ولا تعادلت ماتش خسرت ماتش؟ لا هي خسرت. لا غانا خسرت من جزر القمر. مش اول مره تحصل. نيجيريا هي اللي تعادلت مرتين، تعادلت مرتين. فيعني طبعا فيها مفاجاه، بس غانا مش هي غانا، مش هي غانا خالص. وعايز اقول ان بالنسبه لمنتخبات شمال افريقيا اللي هي يعني زي تونس والجزائر ومصر، الثلاث منتخبات دول هم المتصدرين المجموعه بتاعتهم، وده ليه سبب يعني من وجهه نظري، ان هم في اغلب المنتخبات دي ما عدا المغرب عملوا تغيير، ضخوا دماء جديده في الفرقه بتاعتهم. يعني بشوف ان منتخب مصر برضو بدا يدخل لعيبه كتيره جدا وتغيير طريقه لعب وحاجات كتير يعني اتغيرت. نفس الكلام الجزائر، يعني شايف ان الجزائر يعني بشوف ان جمال بالماضي غير اغلب القوام بتاع المنتخب اللي ما وصلش كاس العالم واللي كان في كاس امم افريقيا، فشفنا ان في لعيبه كتيره جدا ما بقتش موجوده، ودخل لعيبه مميز زي ادم والناس اللي ما كانش بيلعب في اوقات كتيره جدا، وحتى يوسف البلايلي اللي كان نجم من نجوم الجزائر. بس كنت محتاج تبص البصه دي، عشان بيتهيألي برضو كل الاجهزه الفنيه هتقرا النتائج دي وهتذاكر.